عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم في قناة الموندو دي كريمة دروتان فري. اليوم إن شاء الله فيديو جديد ونهار جديد. اليوم عيد الفطر، ربي دخلنا الصحة والسلامة ورزق، وإن شاء الله أنتم معايا من أول، يعني من غنبدا معكم النهار ديالي دابا 9:30 ديال الصباح، غنبدا معكم النهار ديالي حتى الاخير. هذاك الشيء اللي عملته غادي تكونوا معايا ان شاء الله. وانتم كيف ما كتشوفوا هذه البيسه التقليديه ديال العيد، وهانتم نوريكم اللبسه اللي غادي نعيد بها البنات. هانتم شوفوا، هتشوفوا لي لابسه ان شاء الله. هذه قميجه، وهذا سروال البنات. هانتم حوايج العيد حنا معيدين. ايوا ربي يدخلنا في الصحة والسلامة ورزق لينا وأمة محمد أجمعين. دابا إن شاء الله غادي نصوب الطويبلة ديال العيد إن شاء الله، وهانتوما معايا داكشي اللي غنوجدو، غادي تشوفوا إن شاء الله. نشاركو مع خوتي خواتاتي، ورا كلشي بيدور بلوتنا البنات. غادي نحضر البنات البغرير، وغادي نصوب المخنفر، هاهو يعني محضره في الكوزينة. نوريكم الطريقه ان شاء الله اللي غادي نعمل ان شاء الله البغرير والمخنفر. خليكم معايا حتى تسمت الفيديو ان شاء الله. انا البنات صبقت البغرير هو الاول، ودابا كنصوب قليها شويه. غادي نديرو مخنفر، الصراحه كيجي رائع البنات وكيجي لذيذ، وراه بدون غلوتين. كنعمل شويه الزيت البنات هنايا في المقله، يعني مقله غير لاصقه، وكنوضع مغرفه. هانتوما البنات المخنفر كيجا، جا غزال ما شاء الله. هانتوما شفتو، جا متقط وزوين. البغرير تا هو الصراحة تا هو جا زوين. هانتوما البغرير البنات شفتو، راه بدون غلوتين. وبالنسبة للمكونات ديالو البنات، أنا غنحط ليكم الرابط في صندوق الوصف، راني شاركتو معاكم شحال من مرة، ولكن المخنفر أول مرة كنديرو، ولكن جا رائع البنات ما نقولش لكم. كيف ما كتشوفوا ها هو تنفخ. غدا نوضع القليل ديال الزيت ونبقاو مستمرين. بالنسبه للمكونات ديال البغريره البنات وديال المخنفر، راه عجين واحد عملت جوج كيسان ديال الدقيق ديال الذره، وكاس ديال الدقيق الروز، وكاس ديال الشار ميكس بي، ومعلقه صغيره ديال السكر، وشويه الملحه، ومعلقه صغيره ديال الخميره حلويات، و 10 غرام ديال خميره الخبز البنات. هانتوما شفتوا شحال تنفخ البنات، الصراحه كيجي رائع وكيجي لذيذ. هانتوما شوفوا هنا من بعد ما قلبتها، الصراحه كيجي زوين. وهنا غدا نحضر معكم الحرشه ديال المقله، الصراحه كتجي رائعه وراها بدون غلوتين. البارح بسبست واحد الكاس كبير ديال سميدة مع معلقه كبيره ديال الزبده، ومعلقه كبيره ديال الزيت بلديه، ودابا ضفت عليه جوج كيسان صغار ديال الدقيق خالي من الغلوتين، هذا ديال الدقيق ديال المايس يعني ديال الذره، ومعلقه السكر، وتقريبا شي معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه، ومعلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز، وشويه الملحه. دابا غدا نبدا نجمع في العجين ديالي غير اليد، والماء شويه يعني ماشي طايب وماشي بارد، في شويه دافي. نجمع هذه الكميه كلها اللي عندي ونخليها ترتاح واحد ربع ساعه، ومن بعد نشكلها ونطيبها في المقله ديال الطيفال. دابا غادي نخلي الخليطه ديالي يتشرب واحد شويه، ومن بعد نرجع لكم. وانتم الحرشه البنات صراحه جات زوينه. هانتوما انا كنمرر في السميده ديال الذره اللي كتكون حرشه، وتنعمل كره من هذا العجين اللي كتشوفوا. غادي نكمل البنات الكميه كلها. مرحبا بكم مره اخرى في القناه الموندو دي كريمه غلوتين فري. وهذه الطويبله كيف ما كتشوفوا متنوعة، حريشات، بغرير، مخنفر، براوني، كيك، مملحات، خبيز اللي ضروري خص
تيكون في الطبله المغربيه وما نقدروش نستغناو عليه، لويزات واكاجو، وهذا البسكوت هذا ديال الجاهزه البنات. كاينين انواع كثيره ديال البسكوت الجاهزه والحلويات ديال العيد غادي نشارك معكم ان شاء الله. وكاين المربى وكاين زيت بلديه، وان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو ونخليكم مع تتمه. بسم الله على بركه الله، مبروك عيدكم البنات، مبروك عيدكم، ربي يدخلوا لكم بالصحه ورزق. وهذا هو فطورنا ديال اليوم ديال نهار العيد، الزوج ديالي تيكب اتاي، يبا الله يدخل علينا وعليكم وعلى وليداتكم بالصحه والسلامه والرزق والتيسير لينا ولكم جميع المسلمين مسلمين امتي محمد. كيف ما كتشوفوا البنات، هادو هما الحلويات ديال العيد اللي كنت حضرت معكم وشاركت معكم في القناه. هذه البهله وخرجت منها هذا الشكل هذا، وهذا البسكوت اللي كنت حطيت لكم بالفيديو ديال البارح، هذه ريش بوند، وهذه المشوكه اللي عملتها بالمربى وزينتها بالشوكولا، هذا المعمول اللي درت عملت الحشو ديالو بالتين او الشريحه، وهذا بسكوت جاهز البنات ان شاء الله غدا نشاركوا معكم. هذا البغريره البنات صراه سون غلوتان الصراحه جا زوين، واخا المنيضر ديالو كيبان ماشي هو هذاك، ولكن راه جرطب البنات هانتوما كيف ما كتشوفوا. وخرجت منه البنات المخنفر، صراحه مني ما عجبنيش المنظر ديال البغرير، قلت علاش لا ما نقلبوش مخنفر، ولكن الصراحه البنات راه جاهز زوين وجرطب، وغدا ندهنوا ان شاء الله بعسيله. عندي هنا البنات براوني، هادو جاهزين البنات، هذا حتى هو كيك جاهز صراحه زوين ورطب. هاد البسكوت هذا مالح حتى هو جاهز. عندي هنا الخبز الخالي من الجلوتين، هذا هو الخبز البنات اللي طوست اللي تنفضل الصراحه، كيجي زوين وفيه الحبوب، يعني الحبوب الكامله، فيه زريعه الكتان، فيه ايلان، غير تيسخن البنات بحال يالله عجنتيه. هذا حتى هو بسكوت حتى هو مالح، قلت هو نشاركو معكم البنات. وراو الفاكهه البنات اللوز والاكاجو، وعندي هنا حريشات بدون جلوتين، ان شاء الله نحط لكم الرابط في صندوق الوصف، حتى هي الحرحر صراحه الحرشه جات زوينه ورطبه. غنقطع لكم قطعه وتشوفوا، ها انتم البنات جات زوينه جات رطبه. وعندي هنا البنات كيف ما كتشوفوا، عندي هنا الزيت البلديه اللي ما نقدروش نستغناو عليها، وعندني مربى ديال المشمش، وعندي الفرماج السونغلوتان، وهذا البسكوت هذا الجاهز هذا ديال شار حتى هو جبته البارح، وقلت علاش لا ما نشاركوش مع البنات. هذه هي الطبيله ديالتنا البنات، كنتمنى تعجبكم تكون فطوركم كاملين البنات راه لينا الصحه والراحه. بسم الله راجلي مهلي فيا اللي هي البيض مسلوق، ها انتم مخنفر البنات صراحه جا زوين، غادي ندهنوا بعسيله عسيله، ها انتم البنات عسيله حره برد المخنفر برد، ولكن اتاي سخون. ايوا مبروك عيدكم البنات، ما تنساونيش بلي لايك البنات. كيف ما كتشوفوا البنات الطبيله مشكله، هانتوما كاين بتيفور اللي حضرت معاكم، كاين البغرير، فرماج، حرشة، كاين الكيك، كلشي حاضر، وكلشي سونغلوتان البنات، أكاجو، لويزات، هاد بسكوت صراحة خديتو أول مرة، بغيت غير باش نزين بيه الطبلة وصافي، هذا ما كان.
مبروك عيدكم البنات، تعيدوا تعودوا ان شاء الله. ما تنساونيش البنات تدخلوا الفيديو وتعملوا اشتراك اللي مازال ما مشتركش فضلا وليس امرا البنات، وتعملوا لي لايك والبارتاج حتى تعمل فائدة على الجميع وتكبر معنا ان شاء الله العائلة السلياكية. والله الا كويس على حق وطريقة. ونذوقوا حليوة البنات ديال العيد. بسم الله، صراحة الحليوة جات رائعة. جات هشيشة. هادي غير بنفس المقادير البنات ديال البهلة. شفتوها كي جات مشقة زوينة. بصحتكم فطوركم كاملين 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 البنات. كنبغيكم بزاف 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 بزاف. كنحماق عليكم. السلام عليكم ان شاء الله، حتى الفيديو جديد.